أهلا بكم. وفاة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أعادت إلى الواجهة تاريخ عائلة رافقتها المآسي ضمن مسيرة طويلة في مواجهة دكتاتورية صدام حسين التي أعدمت 100 من أفراد العائلة وصولا إلى مواقع القرار بعد إسقاط نظام صدام. وما رافق هذه المرحلة من أدوار ومواقف لآل الحكيم لاقت تأييدا ومعارضة على السواء وفق منظومة العمل السياسي الجديدة في العراق الجديد. ساعة حرة تستضيف من النجف مسؤول إعلام المجلس الإسلامي العراقي السيد عبد اللطيف العميدي، ومن بيروت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية السيد علي الأمين، وينضم إلينا لاحقا مايكل أوهانلين من واشنطن. البداية مع تقرير راجي نصير مراسل الحرة في النجف. ولد السيد عبد العزيز الحكيم في النجف الأشرف عام 1950، وهو آخر أنجال المرجع الديني السيد محسن الحكيم. توجه في بداية حياته إلى الدراسة الدينية في الحوزة العلمية في النجف، فدرس المقدمات في مدرسة العلوم الإسلامية التي أسسها والده في السنين الأخيرة من مرجعيته، والتي كان يشرف عليها أخوه السيد محمد باقر الحكيم. وفي مرحلة السطوح درس على يد مجموعة من الأساتذة الأكفاء في الفقه والأصول كسيد محمد باقر الحكيم وسيد عبد الصاحب الحكيم وسيد محمود الهاشمي، وكان ذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي. وبعد إكماله لمرحلة السطوح حضر دروس البحث الخارج لدى سيد محمد باقر الصدر، كما حضر قليلا لدى المرجع الكبير الإمام الخوئي. كان في الحقيقة ينتمي إلى جذوره الحوزوية الدينية التي ترعرع فيها في أجواء وأرجاء الحوزة العلمية، التي كان يمثل أحد الشخصيات الفاعلة فيها، حيث تدرج في مدارج الدراسات الدينية الحوزوية وحضر عند كبار أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. تبنى السيد عبد العزيز الحكيم الكفاح المسلح ضد النظام السابق، وبعد هجرته من العراق في ثمانينيات القرن الماضي أسس مع مجموعة من المتصدين حركة المجاهدين العراقيين. أصبح السيد عبد العزيز الحكيم قائد الجناح العسكري في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومشرفا على فيلق بدر بعد تأسيسه في إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية. شارك في العمل السياسي والتصدي العلني لنظام الرئيس السابق صدام حسين، وكان عضوا في الهيئة الرئاسية للمجلس الأعلى في أول دورة له، ثم مسؤولا للمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى في دورته الثالثة، ثم أصبح عضوا في الشورى المركزية للمجلس الأعلى منذ العام 1986 وحتى انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى بعد مقتل شقيقه محمد باقر الحكيم في أيلول عام 2003 في النجف. ترأس وفد المجلس الأعلى إلى واشنطن وأدار العملية السياسية للمجلس الأعلى في اللجنة التحضيرية لمؤتمر لندن عام 2002، ثم في العملية السياسية بعد سقوط نظام صدام، حيث أصبح عضوا في مجلس الحكم وتولى رئاسته في دورته لشهر كانون الأول عام 2003. منذ ترأسه الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام 2005 وشكل الحكومة الحالية، ظل عبد العزيز الحكيم يمارس دورا محوريا في الواقع السياسي العراقي عبر علاقته المميزة مع المرجعية الدينية في النجف وعلى رأسها السيد علي السيستاني، ومثل صلة الوصل بين السياسيين والمرجعية الدينية. كان دوما يمثل الحلقة الوسيطة بين الهموم العامة التي تتجسد من خلال المواقف السياسية والحلقة الوسيطة بين هذه المواقف وهذه القيادات والمرجعية الدينية، خصوصا مرجعية آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. السيد عبد العزيز الحكيم الذي له ولدان هما عمار ومحسن وأربع بنات أصيب بسرطان الرئة والمجاري البولية وهو من النوع الحاد، حسب ما أثبتت الفحوصات التي أجراها في أمريكا، ليدخل المستشفى في طهران ويخضع لعلاج كيميائي مكثف استمر لفترة طويلة قبل أن يعلن عن وفاته بشكل رسمي يوم الأربعاء 26 من آب، وسينظم له تشيع رسمي في بغداد ثم تشيع آخر في النجف، حيث سيوارى الثرى على الأرجح في جامع الهندي قرب ضريح والده السيد محسن الحكيم وربما قرب شقيقه السيد محمد باقر الحكيم وسط مدينة النجف.
59 عاما قضاها السيد عبد العزيز الحكيم بين مواقع المقاومة وكواليس السياسة وقاعات البحث في الحوزة العلمية قبل أن يترك فراغا سياسيا كبيرا برحيله إثر مرض عضال. راجي نصير، الحرة، النجف والأشرف. أعيد مشاهدينا الكرام الترحيب بضيوف هذه الحلقة الخاصة بوفاة السيد عبد العزيز الحكيم. ضيوفنا من النجف المسؤول الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النجف الأشرف السيد عبد اللطيف العميدي، ومن بيروت السيد علي الأمين الباحث في شؤون الحركات الإسلامية وهو خبير أيضا في شؤون المرجعيات الشيعية، من واشنطن معي كبير باحثين في معهد بروكينغز الأمريكي مايكل أوهانلين. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. سيد عبد اللطيف العميدي، أبدأ معك في البداية، ما الذي يعنيه بالنسبة إليكم على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي فقدان ورحيل السيد عبد العزيز الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعزي عائلة الإمام السيد محسن الحكيم بفقدان بقية السيف والبقية الباقية من أنجال المرجع الكبير السيد محسن الحكيم. في الحقيقة لقد مثل فقدان هذا الرجل خسارة كبرى للعملية السياسية في العراق، وسيمثل أيضا فراغا كبيرا يخلفه فقدانه من هذه العملية السياسية. لقد كان رجلا اتفقت عليه أغلب الآراء التي تمثل أطياف الشعب العراقي، فكان أشبه بقطب الرحى وفي التقريب بين الآراء وجمع الكلمة والسعي لتوحيد الصف، وكان همه الأكبر هو العراق كله، فقد كان لا يميز بين طائفة وأخرى. كان سعيه ومنذ أن كان في المعارضة العراقية خارج العراق كان سعيه مع شقيقه ورفيق دربه شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم، كان همهما الأول والأخير هو تخليص الشعب العراقي من كابوس البعث البائد. وبالفعل وبعدما تم لهم ما أرادوا ودخلوا كانوا أول الداخلين إلى وطنهم العزيز، فكانوا يمثلون الواجهة السياسية والدينية في نفس الوقت في قيادة العملية السياسية والتصدي للساحة العراقية. فمنذ البدء اشترك المرحوم العلامة السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه في ودخل في مجلس الحكم باعتباره النواة الأولى لتشكيل الحكومة العراقية المستقلة، ثم توالى واستمر في ممارسة دوره القيادي والأبوي في مجلس الحكم، ثم بعد انتقال السيادة إلى العراقيين، ثم في الانتخابات الأولى، ثم في التصويت على الدستور، ثم في الانتخابات الثانية وهكذا. وكان سعيه رضوان الله تعالى عليه أن يكون هنالك ائتلاف كبير وطني يلم أكثر ما يستطيع من أطياف الشعب العراقي، لأنه كان يعلم بأن هذا الائتلاف هو الذي يأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المركزية. فبالتالي هذا الائتلاف كان همه الأكبر وكان غايته العظمى والقصوى في أن يشكل ائتلاف، يسعى إلى تشكيل ائتلاف وطني كبير يضم بين جنباته أغلب الطوائف العراقية. نعم. سيد العميدي، سأسألك لاحقا عن بعض التفاصيل السياسية المتعلقة بالائتلاف لو سمحت، والسير بالشعب العراقي نحو البر الأمان. نعم، دعنا بداية في موضوع يعني الموقع الديني لهذه العائلة. كما ذكرت وذكرنا قبل قليل هو آخر أنجال المرجع السيد محسن الحكيم، هل سينعكس ذلك سلبا على الموقع الديني لعائلة الحكيم في النجف الأشرف؟ فيما يخص الموقع الديني لعائلة المرجع الإمام السيد الحكيم، لا أعتقد أن ولو أن خسارته كبيرة كما تفضلت، إلا أن عائلة الإمام السيد الحكيم كانت يعني فضفاضة وكثيرة يعني خلق العلماء ويعني بعث وإنجاب وخلق الكوادر العلمية التي لا زالت تستلم التدريس في الحوزة العلمية، فهنالك أبناء
أن جاء السيد الإمام الحكيم موجودين في الساحة، وهنالك مرجعية السيد آية الله العظمى المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، وهنالك إضافة إلى المرجعيات الأخرى. من الناحية الدينية، الفقيد الغالي السيد عبد العزيز الحكيم لم يكن يمثل مرجعية دينية حتى نقول أنه سوف يمثل فراغا دينيا، لا، كان يمثل مرجعية سياسية وليس دينية. فالمرجعية الدينية كان يمثلها شقيقه شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه، والآن يمثلها يعني أبناء أخيه، أبناء إخوته، ويمثلها المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، نعم، وهو من نفس العائلة العلمية هذه. نعم، سيد علي الأمين في بيروت، أرحب بك. يعني أنت كونك أيضا باحث في الشؤون الإسلامية، الحركات الإسلامية، أنت أيضا يعني لنذكر الجمهور العراقي نجل العلامة السيد محمد حسن الأمين، وطبعا على اطلاع شامل على تاريخ عائلة آل الحكيم وعلاقتهم بلبنان، كيف، ما الذي يمكن أن تقوله لنا برحيل السيد عبد العزيز الحكيم؟ ما الذي يمكن أن تتذكره كمتابع من داخل هذا الجو الديني الشيعي؟ يعني بداية لابد من توجيه العزاء لعائلة الحكيم برحيل السيد، وإلى الشعب العراقي وإلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. لا شك أن يعني فقدان السيد الحكيم يشكل يعني حالة يعني خسارة كبيرة للشعب العراقي، ولا يعني يمكن القول أن هذه السلالة أو هذه العائلة العريقة يمكن أن يعني يشكل فقدان أحد حلقاتها المهمة نهاية هذه العائلة، خصوصا عندما نعلم أن هذه العائلة أيضا قدمت العديد من الشهداء العلماء في مسيرة خلال النصف القرن الماضي. وكما ورد في تقريركم في البداية أن هناك أكثر من 100 من هذه العائلة، وأغلبهم من الوجوه العلمية المهمة التي أعدمت في عهد صدام حسين. ولذلك أعتقد أنه يمكنني القول أن هذه العائلة التي وإن تميزت بالبعد الديني لها رجالاتها على مستوى بدءا من السيد محسن الحكيم وأنجاله إلى المرجع الحالي السيد محمد سعيد الحكيم إلى شخصيات أخرى، إلا أنها ربما تميزت عن بقية عوائل المراجع التي شهدتها النجف الأشرف طيلة العقود الماضية وحتى القرون السابقة، أن هذه العائلة استطاعت أن تتجاوز البعد الديني التقليدي إلى أن تتحول إلى مركز أساسي في الحياة السياسية العراقية. ويمكن القول أن مرجعية السيد محسن الحكيم، المرجع الذي توفي في العام 1970، هي تحولت ليس فقط إلى في ذلك التاريخ إلى مجرد مرجع ديني، وهو أمر أساسي ومهم يحظى بتقليد عدد كبير من الشيعة في العالم، بل إلى موقع أساسي داخل الحياة السياسية، إلى الحد الذي يمكن الحديث عن زعامة السيد محسن الحكيم في العراق إلى جانب موقعه في المرجعية الدينية. لذلك هناك يعني خصوصية لهذه العائلة على المستوى العراقي، تمثلت بأنها خلال النصف القرن الماضي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي العراقي، نعم، وكانت في كل الأحداث الأساسية على مستوى العراق كانت لها حضور وبصمتها، سواء من خلال كون هذه العائلة جزء منها كان في المعارضة العراقية ولعب دورا أساسيا، أو على صعيد المرحلة الجديدة التي تمثلت في إسقاط نظام صدام حسين ونشوء الدولة العراقية، والتي هذه المرحلة لا شك فيها العديد من الأسئلة التي يمكن، نعم، سنتطرق لها خلال الحلقة بعد قليل. فاصل الأول، بعده نستمع إلى مايكل أوهانلي من واشنطن ووجهة نظر باحث أمريكي حيال رحيل ووفاة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. فاصل ونعود.
متابع مشاهدينا الكرام، ساعة حرة. مايكل أوهانلين في واشنطن، يعني رغم العلاقة الوطيدة للسيد راحل عبد العزيز الحكيم بطهران، فقد نجح بعد إسقاط نظام صدام حسين في بناء صداقة مع الإدارة الأمريكية. كيف يمكن أن تقرأ لنا كباحث أمريكي التاريخ السياسي للسيد الحكيم؟ هذا سؤال جيد، ومن الواضح أن العلاقة كانت معقدة، وذلك لأن الأمريكيين أصيبوا بالإحباط غالبا نتيجة للحركة المخيفة، وكنا قلقين أنها قريبة جدا من إيران وأنها مستعدة للتغاضي عن دور إيران في العراق، وأيضا أنها ساهمت في فكرة النزعة الطائفية وتفضيل السيد الحكيم لمنطقة جنوبية منفصلة عن العراق. إذن كانت هناك تعقيدات وصعوبات، ولكنك على حق عند القول أن واشنطن حاولت العمل مع السيد الحكيم لأنه نظر إليه على أنه أكثر عقلانية وعملية أكثر من مقتضى الصدر، وفي معظم الحرب كان أكثر عقلانية من العشائر السنية أو القادة الأكراد، بعض القادة الأكراد. إذن بشكل عام أعتقد نعم، نظر إليه على أنه الشخص الذي نحتاج أن نعمل معه، وإذا لم نتمكن من العثور على وسائل للتعاون مع السيد الحكيم في وقت ما فإن هذه علامة سيئة، ولكن مع تحسن الموقف في السنوات القليلة الماضية في الواقع بدأنا في العمل معه، وكان هذا أكثر وعدا. وبالطبع الدور الإيراني في العراق كنا نعرف أنه خطر بعد معركة البصرة في عام 2008، وبالتالي في ذلك الوقت ومنذ ذلك الوقت أعتقد أنه كان من المحتمل بالنسبة لبعض الحركات الشيعية أن تعرف الخطر الذي تمثله إيران وأن تنأى بنفسها عن إيران، وربما هذا جعل الأمور أكثر وعدا بالنسبة للولايات المتحدة وأن تتمكن من العمل مع أناس مثل السيد الحكيم. العلاقة كانت معقدة ولكن كانت فيها مجالات إيجابية. نعم، سيد عبد اللطيف العميدي في النجف، كيف تقيم لنا العلاقة التي ربطت السيد الحكيم بكل من طهران وواشنطن؟ بطهران معروف أن المجلس الأعلى الإسلامي يعني أسس على أساس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982 مع السيد محمد باقر الذي اغتيل عقب عودته إلى العراق، ولكن كيف وازن السيد الحكيم سيد عبد العزيز الحكيم بين العلاقة الوطيدة مع طهران والعلاقة مع واشنطن؟ في الحقيقة كانت المنهج الذي يسير عليه شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه السيد محمد باقر الحكيم، والذي سار عليه أيضا أخيه ورفيق دربه السيد عبد العزيز الحكيم، كان المنهج يعني يعتمد على النظرة الواقعية للأحداث العراقية. فصحيح أنهم كانوا يقيمون في الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانوا يتعاملون بتعامل مباشر مع السلطات الإيرانية، إلا أنهم لم يتأثر هذا التعامل مع استقلاليتهم ووطنيتهم وانقيادهم إلى شعبهم واتصالهم بالقواعد الشعبية في العراق. كما تعلمون أن النظام البعثي السابق كان نظاما شموليا لم يدع لأي جهة معارضة في العمل في العراق ولا في الجوار العربي للعراق، ولم يكن هنالك فسحة من العمل إلا في الجمهورية الإسلامية باعتبارها كانت تعادي النظام العفلقي وكانت لديها حرب مع العراق، فكان من الاضطرار أن يتم الإقامة في ذلك البلد باعتباره بلدا مجاورا ويعني تربطه علاقات عدائية مع البلد الأصلي. أما فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكما ذكرت أيضا كان شهيد المحراب وكان السيد عبد العزيز الحكيم ينظر إلى الأمور خصوصا بعد احتلال العراق بنظرة واقعية. الأمر أصبح واقعا، وجود القوات الأمريكية ووجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود الشيعة في العراق بات أمرا واضحا وعلى الأرض، فمن غير المنطقي أن يتم مقاطعة هذا الوضع ويعني الاستدارة بالوجه عنه. إذن من يقود العراق؟
من يقوم بإنشاء عملية سياسية وإنشاء حكومة مستقلة تعمل على إخراج هذا الوضع الغريب وهذا هذه القوات الأجنبية. لا بد أن يتصدى هنالك فئة من الشعب العراقي تمثل القادة السياسيين، لا بد لهم أن يتصدوا إلى العمل السياسي ويقوموا بالعمل الدبلوماسي من أجل نيل الاستقلال للعراق. فلذلك توجه السيد عبد العزيز الحكيم وبتكليف من أخيه شهيد المحراب للدخول في مجلس الحكم وبناء علاقات يعني متوازنة مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقلالية العراق ومع الحفاظ على الوطنية وعلى الحس الوطني وعلى السعي من أجل إخراج العراق من هذا المأزق الذي وقع فيه والذي أوقعه النظام العفلقي البائد. فلذلك كانت هذه تمثل نظرة، أما النظرة الأخرى فكانت تنظر غير ذلك، كانت تنظر إلى العمل العسكري والحربي من أجل إخراج القوات الأجنبية. هذا الأمر لم يكن في خلد شهيد المحراب ولم يكن في نظريته، لأنه كان ينظر للأمور كما ذكرت بواقعية. لم يكن من الممكن إخراج القوات الأجنبية وهي بأعداد كبيرة عن طريق القتال، وخصوصا أن البلد للتو خرج من 3 حروب مدمرة لم تبقي لبنيته التحتية ولا لمواطنيه أي مجال لأن يدخلوا إلى معركة أخرى كي تطحنهم هذه المعركة. فلذلك كان رأي المرجع السيد محمد باقر الحكيم أن تكون هناك مقاومة سلمية ودخول بالعملية السياسية ومحاولة استعادة السيادة عن طريق الأعمال الدبلوماسية والسياسية. وبالفعل كان له ما أراد وتشكل مجلس الحكم، ثم من بعد مجلس الحكم انتقال السيادة، ثم الانتخابات الأولى، ثم الانتخابات الثانية، وها هو العراق، ها هم العراقيون يحصلون سيادتهم تدريجيا واستلموا زمام الأمور. نعم سيد لطيف، أنت من خلال قربك من السيد عبد العزيز لم يبقى إلا القليل. هل لك أن تجيبني بدقيقة واحدة لو سمحت، يعني من خلال المعرفة الشخصية، هل كان هناك نوع من الارتياح لدى عائلة الحكيم للمسار السياسي الذي كان في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين وإلى الآن؟ أصدقك القول أن لم يكن هنالك ارتياح من دخول القوات الأجنبية إلى العراق بعد سقوط النظام. نعم صحيح، كان سقوط النظام الهدف الأسمى للمجلس الأعلى للإسلام العراقي وقادته، ولكن كما ذكرت لم يكن قرار دخول القوات الأجنبية إلى العراق قرارا للمعارضة العراقية، بل كان أمرا واقعا يعني تطلب يعني فرضته الظروف السياسية ومهاترات النظام السابق وحروبه العبثية. وبعد أن كان الأمر واقعا ودخلت القوات الأجنبية، طبعا لم يكن هنالك، لا يوجد عراقي أصلا يعني يرتاح أو يرغب في بقاء القوات الأجنبية، ولكن كان هنالك أمرا واقعا في الساحة يجب التعامل معه. فكان الهدف هو السعي في إخراج هذا الجسم الغريب من العراق، كيف كان يعبر عن سعادته بعدم تعريض المواطنين العراقيين إلى الدمار؟ نعم السيد الراحل، يعني السيدين الراحلين محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، كيف عبر عن السعادة بإسقاط نظام صدام حسين بعد كل المجازر أو يعني التضحيات التي قدمتها العائلة أثناء عهد صدام؟ في الحقيقة لا أجد أن عراقيا خصوصا الذين اكتووا ب يعني نار النظام السابق، وعائلة الإمام الحكيم كانت هي الأولى التي اكتوت بهذا النظام، واستشهد 8 فقط من أنجال الإمام الحكيم، إضافة إلى أكثر من 63 من أبنائه وأبناء أبنائه. فطبعا بالنتيجة سقوط وزوال النظام العفلقي المتسلط في العراق كان فرحة كبيرة للشعب العراقي عموما وللوطنيين أيضا وللمعارضة على شكل خصوص، ولكن هذه الفرحة كانت تشوبها بعض الشائبة
بأنها استبدلت يعني قدوم القوات الأجنبية ونقص السيادة العراقية، فكان استلام السيادة العراقية بالفترة الأخيرة وخروج القوات الأمريكية من المدن إلى قواعدها، ثم بعد سنة ونصف إن شاء الله سوف تخرج الخروج الكامل. هذا هو يعني الفرحة الكبرى إن شاء الله للعراقيين وللمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. نعم سيد علي الأمين، في بيروت كيف تقيم لنا الدورين الديني والسياسي؟ كيف وازنت عائلة الحكيم بين السياسة والدين؟ كما أشرت سابقا إلى أن هذه العائلة جمعت بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية في العراق، وهذا الدور الذي قامت به على هذا الصعيد ليس جديدا، وهو انطلق منذ الستينيات من القرن الماضي. وكما تعلم أن يعني السيد محمد باقر الحكيم الذي غادر العراق بعد صدور حكم بالإعدام إلى جانب في حقه، إلى جانب أيضا بعض أشقائه في فترة بداية حكم نظام صدام حسين، هذه العائلة كان لها دور كما قلت أساسي على هذا الصعيد، وهي أيضا تتميز بكونها تجاوزت في دورها الجانب المتعلق كما قلت الجانب الديني، إلى أنها بدأت تتحرك على المستوى السياسي. وعندما نتحدث عن العائلة لا نقصد أن هناك مشاريع عائلية، بقدر ما أن الحركة الإسلامية داخل العراق سواء على مستوى حزب الدعوة أو بعض الحركات الإسلامية العلمائية التي نشطت في بداية في السبعينيات وحتى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، كانت هذه العائلة حاضرة في كل هذه الحركات سواء عبر رجالاتها وخصوصا السيد محمد باقر الحكيم، إلى جانب أيضا السيد عبد العزيز الحكيم. ووصولا إلى أن المرحلة التي يعني نهاية الحرب العراقية الإيرانية وفي فترة الحرب العراقية الإيرانية، كان هذا الدور الأساسي في على صعيد مواجهة النظام العراقي. ولا وأعتقد أن يعني هناك مرحلة قاسية كانت على الشعب العراقي وحتى على المعارضة العراقية، هي فترة التسعينيات وخصوصا بعد احتلال الولايات المتحدة لدولة الكويت، ويعني عقد صفقة إذا صح التعبير على مستوى نظام صدام حسين. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. نتابع مشاهدينا الكرام، سأحر سيد علي الأمين من بيروت، تفضل باستكمال الفكرة التي كنت تتحدث بها قبل الفاصل. أريد أن أصل لأقول أن القرار الذي اتخذته المعارضة العراقية، خصوصا المعارضة التي يعني المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، عندما بدأ عملية التنسيق من أجل مع مختلف الفصائل المعارضة العراقية من أجل إسقاط النظام صدام حسين، وهذا تطلب في لحظة سياسية ما فتح قنوات التواصل مع الإدارة الأمريكية، إلى جانب دول أخرى كانت تسعى وتلعب دور أساسي في المرحلة الأخيرة لإسقاط نظام صدام حسين. أعتقد أنه لم يكن من السهل على قيادة السيد محمد باقر الحكيم والسيد محمد سعيد الحكيمة اتخاذ هذا القرار، ولكن ربما المستوى الذي كانت تحظى به هذه العائلة على مستوى ما قدمته من تضحيات في تاريخ العراق الحديث أتاح لها ربما أن تأخذ قرارات جريئة باتجاه التنسيق مع الإدارة الأمريكية وغيرها من الأطراف من أجل إسقاط نظام صدام حسين. وهذا ربما هذا التحدي الأكبر الذي طرح إشكاليات عديدة على مستوى العلاقة مع الإدارة الأمريكية من قبل الحركات الإسلامية. وهناك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها، أن حتى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وتحديدا الحكيم في علاقتهم مع إيران، وهي علاقة وطيدة كما أعتقد، لكن بالتأكيد أن هذه العلاقة لا يمكن أن تصل إلى مستوى تحويل هذه القوة إلى أداة في يد إيران. وهناك يمكن القول أن فرق كبير بين ربما كثير من الأطراف السياسية التابعة لإيران في المنطقة العربية والعراق، لأن العراق
بتقديري هناك نقطة أساسية تتمثل في أن دولة العراق الغنية بشخصياتها والغنية حتى بثرواتها وقوتها تتيح للشعب العراقي وحتى للقوى العراقية قدرة من الاستقلالية أكثر ممن أي دولة أخرى. لذلك لا. أعتقد أنه هناك كان نوع من الاستقلالية في حركة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، سواء في التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة، انطلاقا من أن هذه العائلة أيضا تحظى بتقدير واحترام وتأييد نعم. واسعين على مستوى المجتمع العراقي والشعب العراقي عموما. نعم، مايكل أوهانلين في واشنطن، يعني كما قال ضيفنا من بيروت أن القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة من قبل شخصيات دينية مرموقة في العراق كان قرارا جريئا وصعبا، إلى أي مدى ساهم ذلك في رأيك في الوصول إلى الدولة العراقية الجديدة، إلى تأخير يعني أو إلى دعم العملية الديمقراطية ومسيرة الديمقراطية في العراق؟ أنا أعتقد أن أي نوع من التحالف عبر الخطوط الطائفية مهم جدا في العراق، وكما نعرف المجلس الأعلى عمل مع التحالف الكردي وبدأ في إقامة بعض السوابق لمثل هذا النوع من التعاون الطائفي. أناس آخرون قلقوا من أن المجلس الأعلى أراد أن يفصل الجزء الشيعي من العراق عن باقي البلاد مع أجندته لمنطقة ذات حكم ذاتي في الجنوب، ولكن وبغض النظر عن فوائد هذه الفكرة إلا أن السيد الحكيم عرف عنه استعداده للعمل مع الأكراد وإتقان حقائق الديمقراطية، كما قال صديقي في بيروت لقد اعترف وبشكل صحيح بحقيقة الوجود الأمريكي، وبشكل صحيح أدرك أيضا حقيقة أنه يحتاج للعمل مع مجموعات أخرى للحصول على أصوات كافية لتمرير أجندة كان يؤمن بها، وهذا يعني أن الديمقراطية دفعته للبحث عن تفاهمات عبر الخطوط الطائفية، بينما معظم الناس في العراق لا يفعلون ذلك. أعتقد أن هذه هي إحدى أقوى نقاط إرثه، وهذه ضغطت ربما على رئيس الوزراء المالكي من أجل محاولة أن يظهر للسياسيين الآخرين والمجموعات الأخرى أنه يمكن أن يكون منصفا للجميع. بالطبع السيد المالكي هاجم المتطرفين في البصرة ومدينة الصدر، ومن خلال عمل ذلك أثبت للكثيرين من السنة أنه قادر على الدفاع عن مصالحهم وعن مصالح الشيعة الآخرين، وكانت هذه هي الدينامية التي بدأها السيد الحكيم من خلال عمله مع بعض المجموعات الكردية. أعتقد أن هذه بداية التحالفات عبر الخطوط الطائفية، هذه يعود الفضل فيها للعمل الذي قام به أناس مثل الحكيم، إذن له إرث إيجابي في هذا الصدد. نعم، يطرح الآن موضوع يعني من سيكمل هذه المسيرة في المجلس الأعلى الإسلامي. في أوساط المجلس الأعلى أن السيد عمار الحكيم، نجل السيد عبد العزيز الحكيم، هو الذي سوف يخلفه في ذلك. تقرير لمراسل الحرة في بغداد محمود فؤاد. وفاة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وكتلة الائتلاف العراقي الموحد وضعت الأطراف والمؤسسات المنضوية تحت خيمة المجلس أمام استحقاق والتزام يتمثل بالإسراع باختيار بديل عن الحكيم لرئاسة المجلس الأعلى، الذي أعلن قبل أيام تشكيله ائتلافا وطنيا إلى جانب عدد من القوى لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي أكدوا أن الهيئات القانونية والنظام الداخلي للمجلس سيكفلان حسم اختيار رئيس بديل عن الحكيم وفق آلية التصويت، مضيفين أن السيد عمار الحكيم نجل زعيم المجلس الأعلى الراحل هو المرشح الأقوى الذي يحظى باتفاق كل الأطراف لرئاسة المجلس في المرحلة المقبلة. عندنا آليات معينة وقواعد في نظامنا الداخلي كفيلة بحل هذا النقص اللي حصل عندنا بالتصويت. سماحة السيد عمار الحكيم في فترة مرض سماحة السيد عبد العزيز الحكيم كان يمارس
دورا يحل حل محل والده، وهو يعني يحمل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وعندما تحدث انتخابات سيكون يعني هو مرشحا مهما، والانتخابات ستكون، ومن المرجح أن يكون سماحة السيد عمار الحكيم هو الرئيس للمجلس الأعلى. قياديون آخرون في المجلس الأعلى الإسلامي أكدوا عدم وجود بوادر خلاف أو اختلاف في الرؤى بين أطراف أو مؤسسات المجلس حول رئاسته في الوقت الحاضر، مستبعدين أيضا حدوث ذلك بعد رحيل عبد العزيز الحكيم، خصوصا عند عملية اختيار بديل عنه لرئاسة المجلس. تفاهم وانسجام حقيقية موجودة بين أركان المجلس الأعلى لاختيار من هو يتولى القيادة، لأنه رحيل السيد الحكيم بالرغم من ترك الفراغ السياسي والقيادي، لكن هناك رجالات معروفة وقيادات مشهودة في أوساط المجلس الأعلى، والمرجح أن يكون نجله سماحة السيد عمار الحكيم بعد التوافقات والمشاورات بين أركان المجلس الأعلى وقيادته. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي ورد اسمه إلى جانب الشيخ همام حمودي كأحد المرشحين الأقوياء لرئاسة المجلس بعد رحيل الحكيم بحسب تسريبات ومصادر إعلامية، عبد المهدي أكد للحرة أن الكيفية التي سيجري بموجبها حسم منصب رئاسة المجلس سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يذكر وجود اتفاق على السيد عمار الحكيم لشغل هذا المنصب. سيعلن للشعب العراقي الإجراءات التي تتخذ في هذا الصدد، وقد اتخذت إجراءات، لكن نعم لكن ستعلن في الوقت المناسب. وترى بعض القوى أن رحيل عبد العزيز الحكيم أو خروج رئاسة المجلس الأعلى من بيت الحكيم خسارة سياسية للمجلس الأعلى بشكل خاص والائتلاف الجديد بشكل عام، بسبب ما يحظى به رئيس الائتلاف الموحد الراحل من علاقات طيبة مع أغلب القوى، فيما ترى كتل أخرى عكس ذلك. محمود فؤاد، الحرة، بغداد. سيد عبد اللطيف العميدي في النجف، هل ستبقى رئاسة المجلس لآل الحكيم؟ كما ذكر تقريركم أن سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عمار الحكيم يملك الحظ الأوفر لخلف لوالده الفقيد السيد عبد العزيز الحكيم، لما يمتلكه هذا الرجل من مقومات كثيرة ومميزات كثيرة وخبرة في إدارة الأمور السياسية والإدارية حتى، بل أنه كان بالفعل وأثناء مرض سماحة السيد الفقيد كان هو الذي يدير دفة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وكان هو الذي يجتمع بنا وبالكوادر المتقدمة، وأثبت جدارة وكفاءة عالية في إدارة هذه الأمور، وأنه رجل المهمة ورجل الساعة. فأعتقد أن بل أجزم أنه ليس هنالك شخص يمتلك هذه الإمكانيات، وبالإضافة إلى أن أغلب الأطراف التي تشكل الشورى المركزية للمجلس الأعلى قد اتفقت ومتفقة على رئاسة السيد عمار الحكيم للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إذن فبالتالي هو يملك الحظ الأوفر لخلف والده الفقيد السيد عبد العزيز الحكيم. فاصل أخير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة، فابقوا معنا.
نتابع مشاهدينا الكرام. سأحر السيد عبد اللطيف العميدي في النجف. يعني استمعت قبل قليل مايكل أوهانلين يتحدث عن مسألة القلق الذي ساد في مرحلة ما من طرح الفيدرالية في الجنوب. كيف كان السيد عبد العزيز الحكيم يتعامل مع الانتقادات أو بعض الاتهامات بالطائفية لدور منظمة بدر؟ يعني كيف يمكن أن توجز لنا موقفه من هذه الانتقادات وموضوع الفيدرالية لو سمحت؟ في الحقيقة كانت فكرة الفيدرالية نابعة من مطلب جماهيري وشعبي جاء جراء افتقار المحافظات الجنوبية وجنوب بغداد لأبسط مقومات الحياة منذ تسلط النظام البعثي وحتى بعد زوال ذلك الكابوس وانفتاح العراق على الحرية. لم يتغير الحال في هذه المناطق الشعبية خصوصا المحافظات جنوب بغداد إلى مدينة البصرة. فلذلك كانت هنالك فكرة، وهذه الفكرة يعني تجذرت وتأصلت عندما مورست هذه التجربة في عديد من البلدان وأثبتت نجاحها، نجاح الحكم اللامركزي. وأؤكد هنا أن الفيدرالية التي طرحها المجلس الأعلى للإسلام العراقي ليست هي الفيدرالية التي وصفها البعض بأنها انفصال عن المركز أو كون فيدرالية أو تجزئة للعراق أو تقسيم للعراق، لا بالتأكيد هنالك فيدرالية التي نعني بها هي الفيدرالية الإدارية، إعطاء مجالس المحافظات فسحة من الحرية في إدارة شؤونها وفي استثمار الطاقات الموجودة في داخلها خدمة لسكان هذه المناطق. هذه الفكرة عندما طرحت بالفترة الأخيرة واجهت، وهي حقيقة واقعة، واجهت كثير من المعارضة لدى شرائح من الأطياف الشعب العراقي، وبالتالي لم يكن هنالك إصرار على إقامة هذه التجربة، ولكن كانت هنالك فكرة طرحناها وتركناها للجمهور هو الذي يقرر تطبيقها وفترة تطبيقها ومدى استجابته لهذا المطلب. فإذا كان الشعب، وضمن استفتاء طبعا عام، إذا كان الشعب يريد ومقتنع بإقامة هذه الممارسة فهو حقه، ولا يمكن لأحد أن يقف حائلا دون يعني تحقق هذا المطلب الجماهيري. أما إذا كان الشعب لا يريد هذه الممارسة فهو أيضا حقه، ونحن نحتفظ لأنفسنا ب يعني طرح هذه الممارسة لما رأينا أنها أثبتت يعني نجاحها وأثبتت يعني فاعليتها في استرداد الحقوق للجماهير المقهورة. نعم، السيد علي الأمين في بيروت، باختصار كيف يمكن لنا أن ترصد يعني موقع السيد عمار الحكيم الآن إذا ما تسلم رئاسة المجلس؟ هل تعتقد أنه سيحافظ على نفس الزخم لعائلة الحكيم في موقعيها الدينية التاريخي والدور السياسي المستقبلي إن صح التعبير؟ يعني لا شك أنه كما يبدو وكما سمعنا أن هناك نوع من يعني الإجماع أو التسليم بأن يعني أن السيد عمار الحكيم سيكون هو الرئيس المقبل للمجلس الأعلى، وبالتالي يعني هذا الإجماع بحد ذاته يشكل نوع من الدعم السياسي والمعنوي لهذه الزعامة الشابة، علما أنه يعني هناك لا شك تحديات كبرى مطروحة أمام الشعب العراقي اليوم، ولا بد من الإشارة إلى أن الحالة الطائفية في العراق وإن كانت لا زالت قائمة، لأننا نشعر ومن خلال مجموعة استحقاقات حتى الاستحقاقات الانتخابات في المحافظات وغيرها نشعر أن هناك تراجع لهذه الحدة الطائفية إذا صح التعبير أو الحدة المذهبية داخل العراق، لحساب أن الشعب العراقي ربما الذي خرج بعد حكم صدام حسين في حالة من عدم التوازن، ربما الظروف دفعته لأخذ خيارات قد تكون الطائفية هي البديل عن غياب الدولة، لكن اليوم واضح أن هناك مسار ربما يتسلل بشكل بطيء إلى أن الظاهرة الوطنية العراقية بدأت تبرز بشكل أقوى في المرحلة المقبلة، وهذا ما يمكن أن نلاحظه حتى على مستوى إدارة العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة وتحديدا على مستوى تشكيل اللوائح. هناك تبدل في عملية تشكيل اللوائح قياسا للمرحلة السابقة. أريد أن أصل لأقول
أن المرحلة المقبلة تشهد تحديات إعادة بناء الدولة العراقية بما هي دولة عربية وطنية، هذه تطرح أمام المجلس الأعلى وأمام السيد عمار الحكيم بالتحديد مهمات أساسية على كي يعني على حتى لا تثير غضب الأكراد بطبيعة الحال، ولكن هذه تحديات جديدة وتطرح أسئلة جديدة على هذه الحركات بشكل عام، الحركات الإسلامية في العراق وفي مقدمتها المجلس الأعلى، كيف يمكن مقاربة هذه التحديات بوسائل جديدة برؤية ربما تدخل أكثر في إطار إعادة بناء الدولة وتخليص العراق اليوم من فساد الداخل ومن الحركات الإرهابية التي تحاول أن تدمر ما تبقى من الدولة العراقية؟ نعم مايكل أوهانلين، هل تعتقد أن السيد عمار الحكيم سوف يتمكن من الدفع في اتجاهات وطنية في العراق بالتحالفات الانتخابية التي تجرى الآن، وإسقاط أي التباسات أو اتهامات بالطائفية كانت توجه إلى المجلس الأعلى الإسلامي، ولا زال بعض الأطراف يوجهونها على كل حال في العراق؟ أعتقد أن عليه أن يقوم بذلك. العراق يدخل مرحلة جديدة حيث السياسات ستقرر مستقبله، خاصة العمليات السياسية الخاصة بقيادة الأحزاب الرئيسية وأن تكون عبر الخطوط الطائفية. نحن في مرحلة العنف انخفض فيها إلى حد كبير رغم مأساة الأسبوع الماضي، وما نراه حاليا هو أن العراق لديه فرصة أن يستعيد الاستقرار إذا كانت هناك حلول توفيقية حقيقية حول النقاط الرئيسية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها في الشمال، أو التوتر بين الأكراد والعرب حول توزيع عوائد النفط وطرق مشاطرة الأموال من الجنوب والمنطقة المحيطة بكركوك وتوزيعها على كل فئات السكان. هناك قضايا أخرى مثل مستقبل أبناء العراق ومستقبل العفو واجتثاث البعث، هذه هي نقاط الخلاف بالنسبة لمستقبل العراق، والوصول إلى مستوى أعلى من الاستقرار يتطلب حلول توافقية عبر الخطوط الطائفية وليس انتصارات عسكرية أو بناء القوات المسلحة أو التعاون مع الولايات المتحدة. هذا عهد جديد وهذه فترة، القادة عليهم أن يقوموا بأعمال مختلفة بالمقارنة مع الماضي. أعتقد أن التحديات عظيمة بالنسبة لكل طرف في العراق، سواء حزب أو طرف بنفس القيادة أو طرف أو حزب بقيادة جديدة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. لا أعرف ما إذا كان ابن الحكيم سيرقى لمستوى هذا التحدي، ولكن هذا التحدي تحدي جديد، ونأمل أن الوجه الجديد سيكون طريقة مفيدة لإحراز تقدم حول هذا الموضوع. نعم سيد عبد اللطيف العميدي، يعني هل سيتمكن السيد عمار في المستقبل من أن ينتقل إلى مرحلة عابرة للطائفية في العراق؟ هل بدأت هذه المرحلة فعلا لدى المجلس الأعلى الإسلامي في التحالفات الجديدة التي تجرى من أجل الانتخابات، انطلاقا من أن الظروف الآن تغيرت عن الظروف الأولى لما بعد العودة بعد إسقاط نظام صدام؟ أعتقد نعم إن شاء الله، كلنا يعني عزم وإرادة ويعني نية لأجل يعني التعامل مع الوضع العراقي الجديد تعاملا واقعيا، وأكبر شاهد على ذلك هو انبثاق وإعلان الائتلاف الوطني العراقي الذي كما شاهدتموه يمثل مختلف أطياف الشعب العراقي ولم يكن يمثل طائفة محددة. سماحة السيد عمار الحكيم كان منذ الأزل ومنذ أن مارس دوره في العملية السياسية والتصدي للساحة كان هو هذا ديدنه، لا يفرق بين أطياف الشعب العراقي، وكان اتخذ لنفسه المشروع الوطني، وأكبر دليل على ذلك أيضا هو جولاته الميدانية في محافظات الشرق والغرب والجنوب على حد سواء، كان ولا زال لديه علاقات وطيدة جدا مع عشائر الغرب والرمادي والتكريت وباقي عشائرنا العربية. فسماحة السيد عمار الحكيم يمتلك كما ذكرنا من المميزات ما تجعله متمكنا في إدارة العملية السياسية والإشراف على
خطوات وتوجهات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والسير به إلى النجاح، إنجاح العملية السياسية العراقية وإنجاح المشروع الوطني العراقي بغض النظر عن التكتلات الطائفية بعيدا عن التحزبات والمذهبية إن شاء الله. نعم، في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا ثمة توضيح يتعلق بحلقة سابقة منعا لأي التباس في الترجمة في مداخلة المديرة التنفيذية لمنظمة أصوات من أجل مصر ديمقراطية دينا جورجوس في حلقة الاثنين 17 آب أغسطس عن زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لواشنطن. هنا النص الحرفي لما أرادت أن تقوله دينا جورجوس في مداخلتها: نحن لا نطلب من على وجه التحديد من الولايات المتحدة أن تتدخل في مصر بأي طريقة مباشرة، ولكننا نطالب الولايات المتحدة بسياسة خارجية تستند إلى المبادئ، ما يعني عدم تجميد الالتزام بحقوق الإنسان العالمية وبالمبادئ الديمقراطية التي يحتضنها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قادة معينين في المنطقة يعتقد أن هناك مشاطرة في المصالح الإقليمية معهم. إذن كان هذا التصويب منعا لأي التباس في الترجمة في مداخلة لدينا جورجوس في ساعة حرة الاثنين 17 آب. العودة لحلقة اليوم، أود أن أشكر في هذه الحلقة السيد عبد اللطيف العميدي وهو مسؤول الإعلام في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النجف الأشرف، وأيضا أشكر من بيروت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والحركات الشيعية تحديدا السيد علي الأمين، ومن واشنطن مايكل أوهانلين وهو كبير باحثين في معهد بروكينجز الأمريكي. في نهاية هذه الحلقة سيد عبد اللطيف أترك لك نصف دقيقة تختم بها كما تشاء قبل أن أودعكم جميعا، تفضل. في الحقيقة مع خسارتنا الكبرى في فقدان قائدنا سماحة العلامة السيد عبد العزيز الحكيم، إلا أننا عزاؤنا أنه رضوان الله تعالى عليه قبل أن يموت بيومين قد شاهد انبثاق الائتلاف الوطني العراقي وهو كان همه الأوسع والأكبر، فالحمد لله أن أبقاه الله لكي يرى هذا انبثاق هذا التحالف الوطني الكبير ليذهب إلى ربه وهو مرتاح القلب على الخطوات المستقبلية للشعب العراقي، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك سيد عبد اللطيف العميدي، ايضا اجدد شكري لمايكل أوهانلين في واشنطن والسيد علي الامين في بيروت. ناقشنا في هذه الحلقه مسيره عائله آل الحكيم انطلاقا من وفاه السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس كتله الائتلاف العراقي الموحد والتي تشهد تشكيلات جديده الان. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.